نبقى ناس أبرار يا ناس أشرار. واسترها يا سسار ترتني. ولو فسدنا ساد وجودنا عدم، دي الناس قيمتها مش بما تقتني. من مال وجاه ولا جواري وخدم، بالحب والخير الحياة تغتني. ولو فسدنا ساد وجودنا عدم، دي الناس قيمتها مش بما تقتني. من مال وجاه ولا جواري وخدم، دي الناس قيمتها في اختيار ومسار. وليل يجر نهار يشدنا التيار، ومجبورين نختار يا نبقى ناس أبرار يا ناس أشرار. واسترها يا ستار. ياللي انت عماك الطمع تاخدي، اذا كسبت الدنيا وخسرت روحك حتى عيش تخاف من اي شيء تشتهي. وتزيد جروحك كل ما زاد طموحك، ياللي انت عماك الطمع تاخدي، إذا كسبت الدنيا وخسرت روحك حتى عيش تخاف من أي شيء تشتهي. وتزيد جروحك كل ما زاد طموحك، ويعلى نوحك والبنى ينهار. شريف باشا السبروت. اهلا بحضرتك. معليك. اهلا بمعليك، اتشرفنا. الليله دي اسعد ليله في حياتي ان انت عندنا. هي انت اللي عامله لنا الجو ساحر يجنن. اتفضل. انت تأمرني وانا عيدها لك كل ليله، بس بشرط تحضرها. باكي شريف باشا مسؤوليات كتيرة قوي. وحياتك عندي، خلينا جزء صغنطط قوي من مسؤولياتك. يا ريت، ده انا اتمنى. هنبقى نشوف. المهم بس ما تضحكش علينا بقى بشوية البنات الجداد وتحرمينا مني. مش عاجبينك البنات القشطة دول؟ انت الاصل يا جميل. من عيني الليلة بس تسخن وانا هديك رقصة من عندي. هو احنا نطول؟ صوري تعال. يا خبر ابيض، انا ما كنتش متخيل ان باكي رفض بالجمال ده كله. يا راجل حرام عليك، انت نظرك ضعف ولا ايه؟ صفقات رجال الاعمال بتنسى يا عبده. وبعدين اللي شاف غير اللي سمع، واللي شاف من قريب غير اللي شاف من بعيد، مش كده ولا ايه؟ كده ونصف. له حق ان علي الوزير يتحدف عليها بالشكل ده، بس هي بقى ملهاش حق
لازم توزع اهتمامها على كل الناس. لسه الليل واخره، السهرة لسه هتحلو، وياما في الجراب يا حاوي. تعالوا تعالوا على البوفيه، الشرب هناك جامد قوي، والمزة طازة، والحال عجبني. احنا ما طول عمرنا بناكل، حد يسيب الامارات دول ويروح للاكل؟ يا ساتر عليك يا عبدو. الاسلوب اللي كاتب بيه صبري عكاشة ده اسلوب واحد مأجور. طب ما هو جايز قصده يا ابني. لا مش جايز، ده اكيد قصده. قصده ايه بس؟ يربط الموضوع بالاسلوب؟ قصده يلفت الانتباه، اسلوب رخيص. انت قصدك ما بتحبوش يا ياسمين. انا ما بحبش البني ادم المتسلق اللي بيتاجر باي حاجه يملكها عشان خاطر هدف ملتمي. حبيبتي صبري وعكاشة اختار طريق غلط، واعتقد انه قريب جدا هيفوق منه. ايوه اختار طريق غلط. اختاره ازاي؟ بمزاجه، يعني محدش ضربه عليه. شكله اختاره بمزاجه طبعا، يعني هو عارف كويس قوي بيعمل ايه. الغريبه ان التحقيق عمل ضجه مش معقوله. تخيل ان كل زمايلي في الجامعه النهارده ما بيتكلموش طول النهار اللي عنده. هي دي الخطوره. الخطوره انه يملك الادوات اللي يفسد بيها جيل بحال. انا عايز اعرف انت محمله الموضوع اكتر من طاقته ليه؟ على فكره انا متاكد ان في حاجه تانية في دماغك مش مجرد المقال. كل الحاجات مرتبطه ببعض يا حسن. انت شايف اللي بيكتبه صبري ده عادي؟ انا مش فاهمه الحكومه عايزه مننا ايه؟ عايزانا نكتب تحقيقات متدنيه زي اللي بيعملها صبري عكاشه؟ هي دي اللي طالبه المرحله؟ احنا مش وصلنا لحل مع ناصر فكري. حل ايه اللي وصلت له يا بيه؟ إعادة قراءة التاريخ. نعم، يعني إيه إعادة قراءة التاريخ؟ يا جماعة التاريخ بيعيد نفسه، وعلى كل إنسان فاهم ومثقف وواعي إنه يفهم كده. أنا خايفة الناس ما تفهمش حاجة يا حسن، وساعتها هنبقى خسرنا كل حاجة.
وطبعا قاعد يلمح لك ان انت بتفكره بشبابه وان اسلوبك قريب من اسلوبه. قصدك يعني؟ قصدي ونص كمان. ما هو انت مش الاول ومش هتكون الاخير. انت عايز نصيحتي؟ قولها. اقبل يا صبري، انت ذكي هتعرف تلف المواضيع كلها لحسابك في الاخر. الذكي هو اللي ما ضيعش فرصه، خصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، زمن الفرص النادرة والمنافسة الشرسة اللي ما بترحمش. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، زمن تحية وسامية جمال رجع. عيون صبري، تصدقني لو قلت لك ان الليله دي اسعد ليله في حياتي؟ طبعا. انت قعدت مع شريف باشا السبروت فوق 3 4 ساعات. شريف سبروت ايه بس اللي بتتكلم عنه؟ انا سبب سعادتي حاجه تانية، فكر فيها وبقولها لي بكره لما نتقابل. الامتحانات كترت قوي عليا الليله دي. امتحانات ايه بس؟ لا 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 لا، ما تشغليش بالك انت. هتروح ازاي؟ هو اي نعم يعني انا شارب كاسين لكن مش قوي كده، لسه عارف مطرح بيتنا فيه. لو النعمه مقصود، انا نفسي اريحك وانت معكش عربيه، تحب اخلي السواق يوصلك بعربيتي؟ لا لا لا، انا وسعد مستنيين عربيه واحد قريب وهتجينا على البوابه. انا مش عايزه اتعبك، كان عليا انا نفسي اوصلك لحد السرير. الكاسين اللي انا شربتهم دول محتاجين شويه طراوه ومشية حلوة وهوا نضيف. تحب اجي اتمشى معاك عشان اسليك؟ دي هتبقى تسلية، دي هتبقى جهنم الحمرا. لا انا مش قد كلامك، ده انت بتاع الكلام كله. هشوفك بكرة. البنات عايزين يشوفوك، نفسهم يشكروك على الموضوع اللي كتبته عنه. طبعا انا شهرتهم وسعرهم دلوقتي بقى عالي قوي واحلى من الشرف مفيش. اثبت يا ابن عكاشه. باي. سلامتها يا ام حسن. بالعيد قول ابن الحسن. يا ابو علي. وسلامتك يا ابن حسن. طب والله العظيم ثلاثة وحياة النعمة يا صبري، طب هنروح بعيد ليه؟ والنعمة دي على عينيا ويا رب ادفعها. استنى استنى، ده عيش ده ولا ايه؟ لا ده اسمه بتبام بس يعتبر عيش. والنعمة يا صبري، واقطع دراعي ده من لغلوه. ايه ده، اذا كانت الولية اللي اسمها باكي رأفت دي بتحبك وميتها في دباديبك. عارف. ما دام عارف ماشي في ليه كده؟ في حد يلاقي جمال ولطافه وشياكه كده؟ يا عبيط، كل حاجه بتيجي في وقتها، الوقت ده وقتك انت مش وقت باكي ولا باكي ولا بروح. انت هتعوم. والله سكرت، واضح ان المايه نظيفه طيارتك يا ابن عكاشه. والله والله كل كلمه انا قصدها. لا يا راجل سكرانه صبري. ده انا جايب لك موافقه ما كنتش تحلم بيها طول حياتك. موافقه؟ موافقه من مين؟ صديقي العزيز واستاذ اللذيذ نجيب الشافعي. استاذ نجيب الشافعي؟ موافقه ليه انا؟ عشان ال التعيين. تعيين ليه انا يا صبري؟ صحفي بالقطعه في جريده البركان اول وغير، وبعد كده التثبيت ويبقى التعيين نهائي. والله اصيل، والله اصيل يا ابن عكاشه، اصيل اصيل. ده حلم عمري هبقى صحفي يا مصر، هبقى صحفي يا جدعان. ما تفتحناش. اقعد. بس في الحاله صبري في الحاله، بكره هتيجي معايا وتبقى تحت امري لكن بشرط اؤمر تلاقي 30 مليون فدائي.
امسك نفسك. عاوز عربية. شو بقولك تسكت؟ والله سكت وكل الكلام ده فاتش. احنا مش متفقين ان احنا ناخدها كعهابي في الجو الحلو ده؟ يا زناب يا ابو بخ ظلم. ايه يا عصابي؟ عايز عربية اشتريها. احنا مش اقل من الناس اللي احنا كنا معاهم دلوقتي. اديك شفت اخوك مركزه وسطهم عامل ازاي؟ ده مركز ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر في عينك يا صبري. يبقى خلاص المظهر يبقى لازم زي الجوهر، مش كل واحد في اتجاه. والله العظيم انت كده ابن ابوك وفايق على الجد، وبكره هجيب لك التمام بتاع العربيه. يا ولا بكره ده بتاعنا لوحدينا، ومفيش اي حد في المحروسه دي كلها هيمنعنا عنه، واي حد 10 على 10 لازم يبقى كل 10 على 10. يا سلام عملك يا رب. الله الله يا ابو صابر. اشجيني اشجيني يا ابني. بنات ليل ايه اللي يستاهلوا 3 4 تحقيقات ينزلوا في الظروف اللي عايشاها البلد؟ كل الاستاذ احسن بيقول ان صبري وعكاشه ملوش ذنب، وان دي سياسه جريده هو مش مسؤول عنها. ازاي يا استاذ حسن؟ دي واضحه زي الشمس، متعمد ينزل بتحقيق بالرخص ده عشان اسمه يكبر ويلمع بسرعه. عموما كل واحد له رايه، خلونا احنا في شغلنا. دول المقالين، واحد بالاسم الحقيقي وواحد باسم المستعار. طبعا هنبدا بالتالي اللي فيه تحليل لعهد الخديوي اسماعيل، عصر البزخ والديون والدخول في احضان الاجانب من اوسع الابواب. كويس، يتراجع وينزل على المطبعه، ويا ريت الاستاذه ياسمين تكون مركزه عشان هي اللي هتكمل من العدد اللي جاي. عايزين الاسلوب يروشهم ومش عارفين مين اللي بيكتب تحت الاسم المستعار ده. شكرا. في شك يا صبي، بس انت ما شاء الله عليك نجاحك ساحق ملوكش نظير، عقبال تحقيقنا احنا كمان. تحقيقك ان شاء الله يا باشا هيحقق نجاح اكتر من كده بكتير. اهميه الموضوع وسخونته وشخصيتك البارزه هيكون ليها تاثير كبير قوي. هينزل امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. والملف اللي انا اديتهولك عن سامح غريب واللي وراه هتنزل تفاصيله امتى؟ للاسف يا باشا الموضوع زي ما فهمتك صعب قوي، لكن انا قدمته لكن ما لقاش صدى عند رئاسه التحرير وتحفظوا عليه. صخ 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 صخ. انت مزعل نفسك ليه يا باشا؟ الكلام اللي هينزل برضه مش شويه، انا كاتب كلام في الصميم هيقلب رأي العام كله على سامح غريب، وهيبقى صعب جدا يواصل اي نشاط سياسي. وبعدين انت خدتني في الكلام ونسيتني اهنيك على حضورك الطاغي اللي ملوش مثيل في الحفله اياها يا استاذنا. حفله؟ حفله ايه؟ افتكرت تقصد الحفله بتاعت الست الصاروخ دي اللي اسمها باكي رأفت. وفي غيرها يا باشا، ده من يومها مفيش سير على لسانها الا حضرتك. يا واد وانا هكذب على حضرتك ليه؟ انا بقول اللي شفته واللي سمعته بوداني. يا عم صبري انا ناس غلابه. انت بتغزل العين ولا ايه يا باشا؟ لا والله يا صبري انا بكلمك الحقيقه. يعني هو طبعا خلاص العظمه كبرت والسنان بتقع، و يعني احنا عاوزين حته لحمه طريه، حاجه صغنطوطه على قدنا. بقول لك ايه؟ قول يا باشا. هو كان في بنت لونه كده من البنات اللي بيرقصوا قبل باكي دول، شكلها منكسره ولذيذه، ومتهيألي انها تستر ما تفضحش. حلو قوي يا باشا، دي تستر ما تفضحش. حضرتك تؤمل يا رود، شاور وانا تحت امرك. هي ما قالتلكش اي حاجه عنها؟ ما قالتلكش اسمها؟ والله يا صبري انا ما سكتش. بيني وبينك ما انا برضه شقي زيك، انا فضلت وراها لغايه ما عرفت ان اسمها ميرفت. ايوه ميرفت. ميرفت امورني. ميرفت؟ انا عاوز ميرفت. حاضر يا باشا. محتاج ميرفت. حاضر يا باشا. نعم يا عنيا، ميرفت يهديه يا حبيبي. هو احنا كمان ان شاء الله فينا من ميرفت؟ انا عايزك تهدي ولاش الثوره اللي انت عاملاها دي. انا اللي عاملاها برضه؟ مش انت كده اللي داخل عليا داخله كده مش اللي هي؟ انت فاهمه ايه بالظبط؟ انت فاهمه ان انا عايز ميرفت دي عشان معجب بيها؟ يو وكمان بتجيب لي سيرتها تاني؟ بقول لك ما تجيبش السيره دي اصلا. انا مش عايز جنان، وفهميني كويس، البنت دي مطلوبه في خطه تعتبر بالنسبه لي خطه المستقبل،
خطة مش سهلة ومحتاجة ترتيب كبير. اندهيها انت بس وانا هشرح لك كل حاجة يا حبيبة عمري. بيتي يا علا. عايز ايه يا شوبك؟ ما شفتيش البيت مرفت؟ سلام تشوفي عينيا، اهي قاعدة عندك هناك. ايه بيتي يا مرفت؟ بيتي يا مرفت بيت، ما تحسن الفاظك ولا انت فاكرنا في بروفه من بروفاتك هتتمنظر علينا؟ ايه طريقه الكلام اللي مش على الموضه دي؟ اهي بقت على الموضه، اتعود عليها. عموما مش هرد عليكي دلوقتي، ليكي بروفه يترد عليكي فيها. خلص، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزك، هي اللي عايزاك. يا رب يا رب يكون عايزاك عشان تستغنى عني، عشان اخلص من لسانك الطويل اللي عامل زي المبرد ده. اذا كان على لساني اقطع لك منه حته يا بيضه. اما اروح اشوف ستك وتجرسك عايزاني في ايه؟ الحقيقه انا اللي طالبك مش مدام انعام. اؤمر، ده انت طلباتك اوامر يا استاذ صبري. وطالما تهم الست يبقى كل كلامك على عين والراس. اصيله يا بنتي يا ميرف. انت بتقولي ايه يا مدام؟ ده انت خيرك عليا. هو انا انسى انك نغنغتيني انت والاستاذ خليفه الله يرحمه؟ وما انساش كمان انك قلتي عليا احلى بنت في طقم البنات بتوعك. الواضح بقى ان ده مش راي مدام انعام لوحدها، ده رأي ناس تانين مهمين معجبين بيكي وهيتجننوا عليكي من ساعة ما شافوكي. انتي بتضحكي على ايه؟ اللي يسمعك كده يا استاذ صبري يقول انك جايب لي عريس. والله بقى انت وشطارتك. ايه؟ انا وشطارتي؟ يعني ايه؟ يعني انتي اللي في ايدك تخلي الراجل اللي معجب بيكي دماغه تروح لسكة الجواز. الله، ده الموضوع بجد بقى. جد جدا. وجد زيادة عن اللزوم، ولازم تتعاملي معاه على المستوى ده مش أقل. ومين بقى المعجب الولهان ده؟ اللي كان مشغول بيكي ليلة الحفلة وما رفعش عينه من عليك طول الوقت. المداهول. وده يطلع اسمه ايه ده؟ بدر البدور أبو العزم. حلاوته. أنا عايزك بقى تقعدي وتسمعيني كويس أوي. بدر البدور ده مهم بالنسبة لي وبالنسبة لمدام إنعام وبالنسبة لك انت كمان، وانا مش هتنازل ابدا ان هو يكون شيخ شيخة في ايديا، وانت بقى لا تساعديني في ده. انتوا مالكوا قلقانين كده ليه؟ الله، خليكم متفائلين يا عزة. الساعات اللي جاية دي خطيرة، خطيرة جدا على مستقبل المؤسسة كلها. اولا احنا مش عارفين اذا كان الاستاذ صبري هينزل التحقيق في ميعاده ولا لا. دي بقى انا متأكد منها، كلام صبري معايا كلام نهائي لا يقبل الجدل. اوكي، هينشر التحقيق، بس يا ترى هينشره بالسخونه اللي احنا عايزينها؟ ويا ترى هيرجع لنا كرامتنا اللي ضاعت بسبب الانقلاب اللي عمله سامح غريب ده؟ اهو هو ده بقى المهم، ده الفيصل اللي لازم يشغلنا وبس. طريقه العرض، الاسلوب اللي هيكتب بيه التحقيق. يا ربنا يوفقك يا صبري وتنجز المهمة دي على أكمل وجه. هيا ست الحسن والجمال، كلامي واضح ولا في حاجة مكلكعة؟ مكلكعة؟ بالعكس يا أستاذ، ده أنت كلامك باين وواضح زي عين الشمس، ولا يا أخويا فيه لف ولا دوران. الكلام سهل يا ميرفت، المهم التنفيذ. مفيش واحدة من بنات حواء يستعصى عليها الموضوع ده، خصوصا بقى وإن الزبون سلم. خلاص يا أوف، الطريق سالكلك يا حبيبتي، محدش وقفلك فيه. عندك حق يا اختي، بس انا ليه سؤال واحد. اسالي براحتك، المهم ان انت تنجحي. ما انا لازم افهم انا حوصل مع الراجل ده لحد فين. وبعدين عايز اعرف حاجه تانية، هو انتوا عايزين منه ورقه ولا عايزين تعرفوا معلومات عن حد؟ خلي كل حاجه لوقتها، المهم ان انت تدخلي الشبكه. ما دخل الشبكه برجليه من غير ما ارميها عليه ولا حتى اجي جنبه. أنا عايزك تقفلي عليه الشبكة، تخليه عبدك وأسيرك، ما يتصرفش أي تصرف غير لما يرجع لك وياخد رأيك. قوليلي بقى يا حبيبتي، هتاخدي قد إيه في الموضوع ده؟ معقولة يا مدام؟ أنا برضو اللي أطلب، اللي تدفعي أنا موافقة. شوف البنت، يا بنت أنا ما بتكلمش على الفلوس. مدام إنعام تقصد الوقت، هتاخدي وقت قد إيه في أول خطوة؟ في غمضة عين. بس أنت تقولي أول رمشة دي إمتى؟ إمتى دي بتاعتي أنا؟ انا هجهز كل حاجه وارتبها وبعدين ابلغك في اسرع وقت. المهم ان انت تكوني جاهزه من بكره.
إن كان عليها هي جاهزة من امبارح. تلمستك يا بلدي. طب يا تلميذة الجرس ضرب يا عينيا، روح انت بقى الفسحة عشان اقعد انا مع الأستاذ النظر شوية لوحدي. براحتك يا بلدي. مش هتقولي بقى يطلع ايه بدر البدور ده اللي شاغل بالك ومخليك قاعد عمال تخطط له وترسم له؟ ده بقى لا يخليني احقق كل احلامي في اسرع وقت، كل احلامي على كل المستويات، يبقى يستاهل بقى ان هو يشغلني وافكر ولا لا؟ يستاهل الا يستاهل. طب بقول لك ايه، ما تبقى تقول له بقى يكمل جميله ويحقق لنا كمان احلامي. تصدق انها فكره؟ فكره ياك يا حبيبي تدخلني في لعبه زي دي مع راجل كهنه كده؟ هتدخلي صبري. اسمعني للاخر ولا الشقاوه، هتدخلي من سكه تانيه خالص، سكه هتطوله وتمكنني منه وملهاش اي علاقه لا بالانوثه ولا بالدلال. امال ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالمال، مشروع ميه ميه مربح وهيكسبك ده. ان كان علي انا اهم حاجه في الدنيا اكسب اللي في بالي. قولي بقى يا اللي في بالي عايزني اعمل ايه وانا من ايدك دي لايدك دي. انا اتكلمت مع معالي الوزير شريف السبروت واتفقنا سوا، اقتراحك مقبول يا صبري. انا متشكر ليكم جدا يا فندم، وتاكدوا ان النتيجه هتكون ممتازه. مبدئيا ده الملف بتاع سامح غريب، كل المعلومات اللي فيه اتسجلت، عاوزك ترجعه لبدر البدور في اسرع وقت ممكن، وتدريجيا عاوزه ينسى ان احنا خدناه في وقت معين. تمام يا باشا. قول لي بقى، عاوز اعرف وجهه نظرك وبالتفصيل في اللي بيحصل في المؤسسه. اللي هيحصل ان الاول مره هلعب دور مختلف، هيفرق معانا في كل شغل السنين اللي جايه. انا هلبس دور المعارضه واخش اعرف كل اسرار المعارضه بالكلمة والحرف والصورة. عنصر من عناصر التشويش والتمويه. بالظبط ساعتك. العنصر الحكومي لهاجم المعارضة لازم يبقى مكشوف قدام الكل، وعده واضح زي الشمس. فهمتك. أنفذ يا فندم. وفورا وعلى مسؤوليتي الشخصية. لا معالي الوزير هيرفض ولا رئيس الوزراء. الخطة دي في منتهى الذكاء. هتكسبنا أرض جديدة على مدار السنين اللي جاية. الله عليك يا باشا، انا كده ظهري محمي تماما. انت ظهرك محمي دايما يا صبري. قول لي بقى ناوي تعمل ايه بالظبط؟ كارت تاني ولا واحد في المليون هيشك فيه. باكي رافض. انت ناوي تجندها لحسابنا؟ يا ريت، هي تنفع لكن مش وقته. المهم انها بتنفذ اللي انا بقول عليه. ايه ده، سرك بات على الدرجه دي؟ انا غلبان يا عزه بيه، لكن ربك لما يريد بيخلي القلب يريد. ده الحكايه فيها قلب، القلب سره باتع. ده بقى لا يخلي باكي رافض تسهل لنا الامور جوه المؤسسه، وبكده هنضرب اكتر من عصفورين بحجر واحد. مش معقول، انا بجد مش مصدقه نفسي. انت على طول مزوله كده، ايه اللي انت مش مصدقاه؟ حسن عبيد. مين؟ بقول لك حسن عبيد يا بيه. ماله؟ المقاله بتاعته النهارده هاديه خالص، ما فيهاش الاندفاع والجرأه بتاعه كل مره دي. اكيد حد شد ودنه ونبهه، قال له ان اللي بيعمله ده مش هيجر عليه غير المتاعب. كنتش عاجبك اسلوبها صفط؟ مين ده اللي يعجبك؟ ده اصلا مش بيكتب مقاله، ده بيرمي دبش، يجي يتعلم منك. قلت ايه؟ قلت يجي يتعلم منك، قلت الحقيقه، بجد والله انت عليك اسلوب يشد جدا في المقاله بتاعتك، والواحد ما يقدرش يسيب المقاله غير لما يخلصها. مين يشهد للعروسة؟ ده انت اللي بقيتي عروسة يا قلق. هوبا، ايه مش عاجب الكلام ولا ايه؟ لا لا، اصل في مقالة تانية جامدة جدا، هي اي نعم مش بتتكلم على الوقت بشكل مباشر، بس كلها تلقيح وتخبيط. وريني المقال كده. ايوه، اعادة قراءة التاريخ، وبيقولوا كمان هتبقى سلسلة مقالات. مش عارف تاريخ ايه اللي شغلين نفسهم بيه ده، هو حد فاضي يقرا تاريخ ولا جغرافيا؟ دي ستارة بيداروا وراها يا صفوت، بس لو قريت كويس هتحس ان كل الكلام عن الوقت الحاضر واللي عايشينه حوالينا. بقولك ايه، انا مش فاضي الهرش المخ ده. بقولك ايه يا اخويا صبري،
احنا بصراحة كده كنا عايزين ندخل الفيلم بتاع سعاد حسني الجديد. طب ما تخشوا. لا احنا عايزينك معانا، عايزين نعزمك يعني. لا المفروض انا اللي اعزمكم، خصوصا بعد مفاجأة الليلة دي. مفاجأة ايه أمي؟ هتعرفوها قريب. على فكرة اللي كاتب المقالة دي حسن عبيد. ازاي يا أبي؟ ده مكتوب بقلم سليم مختار. سليم مختار بقى، سليم الفار ده اسمه مستعار. أنا متأكد إن حسن عبيد هو اللي كاتب المقالة دي، أنا عارف أسلوبه ولغته كويس أوي. لا بس أنت وأسلوبك وكلمتك أروع بكتير. أنت اللي جاي يا صبري، الكلام اللي بتسمعه ده من صاحب خبرة ومش أي خبرة. أنا مش قادر أصدق إني بسمع كلام المدح ده من مين؟ من الأستاذ نجيب الشافعي بنفسه. لا صدق، وعشان كده ميزتك حبة عن بقية زمايلك. أرجوك يا فندم. انت كنت قلت لي زمان ان املك امل حياتك تلعب سياسه. لا اكتب سياسه يا فندم، اكتب سياسه. لا 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 لا، التسميه التقليديه. شوف يا صبري، اي حاجه تتعلق بالسياسه من الافضل ان احنا نسميها لعبه، لان السياسه في مفهومها الواسع بتتسمى اللعبه السياسيه. ده درس جديد اول مره اتعلمه من سعادتك. بس انا يا فندم مش عامل ريحه خير، هو سعادتك ناوي تديني الفرصه ولا ايه؟ طبعا، بس ما لازم احطك تحت الاختبار الاول. وانا جاهز يا فندم. راس موضوع المقال الافتتاحي اللعبه الجايه، انا هديهولك كده هشوف انت هتستهله ازاي. عايزك تكتب لي صفحتين ثلاثه فيه. مقال سعادتك؟ خايف؟ ها؟ لا، الخوف مش في قاموسي. اذا حضرتك تديني راس الموضوع حالا، وبكره ولا بعده بكتير المقالة هتكون جاهزة. اختار منها اللي انت عاوزه، ونقع بقى الباقي بمعرفتك وخبرتك الواسعة. ده برضو اللي استنتجته من اول ما قريت التحقيق، بس ما قدرتش اوصل لابعاد المؤامرة بالظبط. اللي هيجنني ان جريدة البركان هي اللي تعمل تحقيق بالشكل ده. دي جريدة ابعد ما تكون عن النواحي الفكرية دي. ده غير بقى انهم مطلعين بدر البدور ابو العزم في صورة وردية، واحنا بقى الاشرار او الشياطين اللي ضيعنا مجهوداته البارزه واسأنا لتاريخه السياسي المشرف. تبقى اكيد مؤامره يا هشام. ايه اللي يخلي جريده حكوميه تكتب ده عن واحد من المعارضين؟ ازاي؟ كله من صبري عكاشه سعادتك. ايوه صحيح، مين صبري عكاشه ده يا هشام؟ قريت له قبل كده؟ ابدا، هو كان من قيمه اسبوعين كده او 10 ايام كان كتب تحقيق وسلسله تحقيقات عن بنات الليل، ولقيت استحسان كبير من عند القراء، وبيقولوا ان البركان زادت مبيعاتها 30% بسبب الريبورتاج ده. ايه اللي بتقوله ده؟ بنات ليل ايه يا هشام يا غنام؟ سعادتك اسال اي حد هتلاقي مراد ابن سعادتك قاري الريبورتاجات دي وعارفها كويس جدا. ده جنون. ايه اللي جاب بنات الليل لتحقيق سياسي بالاسلوب والشكل الجميل ده؟ ده زي ما يكون قاري سياسة وبقاله سنين بيكتب فيها. هو لا شك ان هو بيكتب كتابة ممتازة. يبقى الولد ده هو مفتاح السر، مفتاح المؤامرة. ازاي يا فندم؟ ما هي باينة يا هشام. يبقى هو ده اللي على علاقة ببدر البدور بأي صورة. يكتب لصالحه ليه؟ عشان سواد عيونه؟ أكيد في بينهم مصالح، وبدر هو اللي مأجره عشان يقود له الحملة دي. هشام. أفندم سعادتك. أنا عاوزك تعرف لي كل حاجة عن صبري عكاشة، كل حاجة. بشرفي، بشرفي ما هيفلت من إيدي ولا هعتقه غير لما أعرف مين اللي وراه. طب بشرفي لو صبري عكاشة ده ابني اللي من صلبي، ما كان بروزني وأنا بروز إنجازاتي بالشكل ده. بعد إذنك يا أستاذ بدر، إحنا لازم نشكره. الراجل عرض المقالة كما لو كنا احنا كاتبين له المقالة وقلنا له انشرها بالشكل ده. الواحد مش مصدق ان لسه في كتاب شرفة وصحفيين عندهم ضمير وفكر مستنير بالشكل ده. والله الولد ده خسارة في البركان وفي نجيب الشافعي اللي مالوش شغلانة غير التطبيل للسلطة وبس. على فكرة انا لما اتناقشت مع الولد ده حسيت انه عنصر طيب، فكره منظم وممكن نستفيد بيه في المؤسسة وفي الحزب يوما ما. طب واحنا مستنيين ايه يا ريس؟ ما نحاول نجذبه ينضم لينا وبسرعه. مش وقته خالص يا عبد التواب. مش وقته؟ ايوه يا عبد التواب مش وقته. الوقت له في صالحنا ولا في صالحه. تقصد ايه شكر؟ اللي اقصده يا دكتوره انه لو انضم لنا دلوقتي هيبقى بيدين نفسه.
وبيحسس الناس ان له مصالح معانا وان كل اللي بيعمله ده عايز يغازلنا وينضم لنا. بالظبط يا شكري، برافو عليك. بالظبط، اولا الراي العام كله لازم يتشبع بالموضوع، ثانيا بقى احنا نصبر شهر اتنين تلاتة، في الوقت ده يكون صبر عكاشة ينتهز اي فرصة خلاف مع نجيب الشافعي وهم يروح سايب البركان وينضم لنا احنا بقى بمحض ارادته، ويقول ان افكاره وتوجهاته مناسبة لينا احنا اكتر من البركان. برافو، واحنا مش لازم نهدى، نضرب على الحديد وهو سخن، وفي وسط الحملة دي نقوي مركزنا المالي ونحاول نقرب من رأي العام أكتر وأكتر. على فكرة أنا حاسس إن إحنا هنقدر نحل مشكلة التمويل دي في أقرب وقت، يعني يمكن قدامنا شهر بالكتير. أنا نفسي نبقى موضع أسرارك يا زعيم وتقول لنا الثقة دي أنت جايبها منين؟ مني طبعاً يا أساتذة، شريف باشا السبروت هو اللي أخذ الدعوة مني، ولولا يا أنا ما كانش حاضر الحفلة دي. يعني انت على اتصال دايم بيه؟ يوميا، وهو اللي مديني الاذن بده. طب بقولك ايه يا عم صبري؟ يا عم صبري، انا برضو عم يا استاذنا. ده انت عم وجد وخال وانور وجدي كمان. كبري مقام مش كبري سن ابدا. مفهوم طبعا يا استاذنا، بس برضو انتوا الاساتذه اللي لا يعلى عليكم ابدا. يا راجل بطل تواضع بقى، ده انت كاتب مقاله ممكن تخلي اسمك على كل لسان. ايوه بس مشوار طويل وصعب. طب ما تخلينا مع بعض في المشوار ده دايما. استاذ زغلول، انت رئيس قسم التحقيقات، يعني انت رئيسي. يا عم لا في رؤساء ولا مرؤوسين، وبعدين كلها كام يوم ويجي المسؤول عن قسم التحقيقات، وبصراحه بقى ايا كان الوضع انت هتشتغل وهتنجح مع اي حد. طيب ايه المطلوب مني وانا تحت الامر؟ المطلوب ان احنا نتبادل المنافع والصداقات، يعني انا مثلا ليا معارف في القسم التجاري والمالي ممكن ينفعوك، وانا في القسم الفني، وانا ابقى في الحقل السياسي. فعلا عبقري، المحاور دي كلها محتاجه لبعض وبتتصل ببعض ومنفذه على بعض. هو فعلا اقتراح مقبول جدا، ودينا عرفنا الطريق اللي هيوصلنا للمحاور الثلاثه وفي حته واحده. حضرتك تقصد باكي رأفت مش كده؟ ادانا وانت لينا دلال عليها على الاخر، انا من الناحية الفنية وانت من لموزة. يا استاذ في حاجة يا بشير؟ حمدي بالفاتح. ماله على التليفون؟ لا يا فندم، ده جيب شحم ولحمه ومنتظر حضرتك في المكتب. طب روح انت. اهو مثلا حمدي الفاتح ده راجل من اصحاب الحظوة في سوق المال، يعني ممكن تحتاجه، فكر. ها قلت يا زغلول. يا اكسلانس ازاي؟ طب ده انا قلت هدخل عليك بالخبر اللي هتكافئني عليه بعزومه حلوه في خمس نجوم. عارف لو حققت اللي في بالي مش هعزمك ليله واحده، هعزمك كل ليله. طب ايه رايك بقى لما اعرفك على وزير من الوزراء التقال اللي لسه حاطين رجليهم في الوزاره؟ يعني منطقيا المده تسمح بعمل مشاريع. عندك انت ايه بقى اهم من كده؟ المسألة ملهاش علاقة بالبيزنس خالص يا زغلول. معقولة؟ في حاجة في الدنيا تهم حمد الفاتح أكتر من البيزنس؟ في الأهم، راحة النفسية اللي بدور عليها بقالي سنين ومش لاقيها. راحتك النفسية؟ أنا مش فاهم حاجة، إيه دخل راحتك النفسية بالموضوع؟ ثم اسمح لي يا اكسلانس أسألك سؤال أشد حرجا، أنا علاقتي إيه بحاجة زي دي؟ في إيدك يا زغلول إنك تساعدني على إن أرتاح تماما. في إيدي؟ يبقى تاهت ولقيناها، اعتبر الموضوع منتهي من غير لا قيد ولا شرط. لا المساله مش سهله زي ما انت فاهم كده. مش سهله ازاي؟ مش انت بتقول انها في ايدي؟ ايوه يا زغلول، مش في ايدك لوحدك، وهي دي المعضله. معضله؟ لا ما دام فيها معضله بقى يبقى فهمني على رواقه، في ايد مين تاني الموضوع وانا احاول اضغط لك عليه. هي دي الكلمه المظبوطه، تضغط عليه. ايه هو صعب؟ باكي رأفت. مين؟ سمعتني؟ انت بتقول ايه؟ عاوزني انا العبد الفقير الى الله اضغط على باكي رأفت شخصيا؟ هاو كام يا مستر؟ شوف يا زغلول، في طريقة تقربك وتمهد لك الطريق. طريقة ايه؟ ده انا كنت لسه بتحايل على صحفي جديد في الجرنان عشان يخليني على اتصال بيها.
مين الصحفي ده؟ صبري عكاشة؟ هو بعينه. وهو ده اللي انا اقصده بالتحديد. لا بجد بقى انا كده مش فاهم حاجة. وانا هفهمك. التقيل لسه جاي ورا. بجد؟ اللهم بلغت. اللهم فشل. وانا مش مستريح للحكاية دي خالص. ده اكل. اللي بتقولي ده مستحيل. انا مش غدار. انا اسفة. صفقة كبيرة معروضة عليها. انت جنبت ولا شارب حاجة؟ ان احنا نخلص من حسن عبيد. هيخلونا عيد ترتيب اوراقي كلها. مش يمكن وقع كده على خميرة من اي طريقة. صبري يكون بقى نفسه. تتمنى على اني معرفتكش من زمان. اللي قرب منها افرمه. خايفة لحين السنين. كل شيء بوقته. لما الوطن يصبح فريسة للفساد والعطن ما تصدقوش دي مهما غنى ورطن وما تحبسوش النور ورا الأسوار يا ولنا سواد ليلنا لما الوطن يصبح فريسة للفساد والعطن ما تصدقوش دي مهما غنى ورطن وما تحبسوش النور ورا الأسوار امتى الزمن ينضار ويكشف الأسرار ويبلنا الأبرار من الأشرار الكذب له رجلين ولا للفساد ايدين ولا احنا معروضين في المزاد بس ان سكتنا عن الفساد زاد وساد وان قلنا لا يطلع ليلنا نهار للكذب له رجلين ولا للفساد ايدين ولا احنا معروضين في المزاد بس نسكتنا عن الفساد زاد وساد ونقولنا لا يطلع ليلنا نمار امتى الزمن ينضار ويكشف الأسرار ويبلنا الأبرار من الأشرار يا توهة المشوار امتى الزمن ينضار ويكشف الأسرار ويبلل الأبرار من الأشرار.